بسعدنا نرحب بأولى فقراتنا لليوم عبر الخط الهاتفي بالدكتور مصطفى جرار، أستاذ علم الحاسوب في جامعة بيرزيت. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين. كيفك اليوم دكتور؟ الله يخليك يا هلا. يعني اليوم حديثنا معك عن فوزك بمنحة جوجل للبحث العلمي في هندسة المعاجم العربية، أكيد مبروك بداية. الله يبارك فيكم. حابين تعطينا لمحة عامة يعني عن المقصود بهندسة المعاجم العربية. يعني هندسة المعاجم العربية هي صناعة المعاجم العربية. طبعا احنا مش لغويين، احنا قسم كمبيوتر ساينس، ولكن في عصر تكنولوجيا المعلومات اصبحت صناعة المعاجم يعني كمان من اهتمامات علم الحاسوب، لانه الان في تطبيقات كثيرة لهذه المعاجم، تطبيقات حاسوبية. فاحنا بنبني معاجم ومنجمع معاجم ومنوحد معاجم ومنتيح ومننشر المعاجم العربية من أجل استخدامها في تطبيقات حاسوبية، ومن أجل كمان استخدامها كيعني معجم بالطريقة الكلاسيكية من قبل الناس العادية. نعم. إذن يعني دكتور، شو اللي دفعك للاهتمام في هذا المجال؟ اللي دفعنا للاهتمام طبعا في أبعاد تراثية وثقافية ولغوية، بالإضافة إلى تطبيقات الحاسوبية. لا يوجد في الحقيقة، يعني ما نقول بالرغم من وجود المعاجم العربية وهي كنز ضخم في اللغة العربية، قديم من أقدم اللغات العالم اللي صار لها معاجم، ولكن في العصر الحديث لا يوجد معاجم عربية ذات قيمة يمكن الوصول إلها أو استخدامها بطريقة حاسوبية أو حتى الوصول إلها من قبل المستخدمين العاديين. ما حدش اليوم بيفتح معجم 1000 صفحة على أساس أنه يعني يبحث عن كلمة. الآن في عنا تطبيقات لازم تكون المعاجم سهلة الوصول وبطريقة سريعة جدا للطلاب وللمتعلمين ولجميع الناس، بالإضافة إلى في هناك فقر يعني مدقع في وجود مصادر لغوية للمطورين التطبيقات وللباحثين. مثلا أعطي مثال، الترجمة الآلية للغة العربية يعني فقيرة جدا، المدققات الإملائية في التطبيقات كمان فقيرة جدا. هذا سببه عدم وجود مصادر لغوية متاحة. فإحنا في جامعة بيرزيت أخذنا على عاتقنا أنه نثري هذا الجانب، ومن حوالي 5 أو 6 سنوات إحنا بنقوم بحوسبة ورقمنة عدد ضخم جدا من المعاجم العربية، والآن يعني نحاول ان نجمعها كلها في قاعدة بيانات واحدة حتى يتم استعمالها كمعجم واحد غني جدا في الجوانب، سواء كانت التصريفية او سواء كانت الدلالية. ويتيح حالا المطورين بالطريقة مفتوحة، يعني هيكون الوصول الى اي واحد يقدر يحصل عليها. إذن دكتور مصطفى، عم نتحدث عن اللغة العربية ومحتواها على الإنترنت وكمية هذا المحتوى كذلك، برأيك يعني هل هناك تحديات ممكن تواجهكم كمهندسين في هذا المجال مع اللغة العربية نفسها، يعني مع تواجد العديد من اللهجات، هل ستعتمدون الفصحى فقط؟ نحن لما نتكلم عن المعاجم نتكلم فقط عن اللغة الفصحى، ونتكلم عن المعاجم العربية العربية، المعاجم العربية الإنجليزية، العربية الفرنسية، العربية اليونانية وإلى آخره. فإحنا نحكي على معجم متعدد اللغات اللي هو معجم الفصحى. إحنا بالحقيقة قمت يعني كان في مشروع آخر ما له علاقة في هذا المشروع، تم حوسبة اللهجة العامية الفلسطينية وإيجاد معجم لإلها، بس هذا كان عمل منفصل يعني. إذن يعني برأيك دكتور مصطفى، هاي المشاريع كلها سواء المعاجم الفصيحة أو المعاجم التي تتحدث بالدارجة الفلسطينية، هل ممكن أن تساهم بتطوير المحتوى العربي على الإنترنت؟ نعم صحيح، ونأمل أنه نثري أي واحد بيبحث عن مصطلح وترجم لمصطلح أنه يلقى بشكل سهل وسريع، لأنه زي ما بنعرف في هناك صعوبة عند جميع العرب انه يلقوا مرات بديل. طبعا مش لانه ما فيش بديل، بس لانه البديل صعب جدا الوصول له مرات في ترجمة بعض الكلمات، فمرات نضطر نستعمل كلمات اجنبية. وبالتالي نأمل انه بعد ما نطلق يعني هذه المعاجم بطريقة سهلة وطريقة فيها يعني طريقة إبداعية، انه المستخدم سواء كان في الإعلام، بالمناسبة كمان مرات يكونوا بيبحثوا عن المصطلحات ويعملوا دعايات، يكونوا بيبحثوا عن المصطلحات،
فإنه تكون سهلة وبسرعة الإنسان يوجد بدائل لغوية، وهذا متوقع أنه كمان يثري على المستوى البعيد أنه يثري اللغة العربية واستخدامها في العصر الحديث. يعني دكتور مصطفى، يعني أن تحوز على جائزة جوجل أو منحة جوجل المخصصة لدعم الأبحاث العلمية المميزة، يعني لأي مدى هذا الشيء ينعكس عليك كشخص وأيضا كجامعة بيرزيت؟ وهو يعني بدي أحكي أنا، يعني هي شيء يعني مفرح وبنفس الوقت يعني محمي. إنه يعني إنه جوجل طبعاً إلى الفخر أنا كباحث على المستوى الشخصي أو يعني أحصل على منحة من شركة جوجل اللي هم يعني قالوا لنا خذوا 50,000 هدية كملوا شغلكم بدون عناء، بدون حتى يعني ما يكلفنا إحنا كتابات وتفسيرات وإلى آخره. ولو كنا مثلاً لو هذا الإشي ما مثلاً ما في حدا عربي ما كان ممكن يقدم، وكان إشي صعب جداً إنه يقدمه. فعلى المستوى الشخصي يعني هي بتعرفي أنت شركة جوجل يعني هي أهم شركة في عالم التكنولوجيا المعلومات، وأنا كأستاذ في تكنولوجيا المعلومات يعني هو لا شك إنه يعني يشجع جداً. وبالنسبة للجامعة كمان بحب أشير إنه الجامعة نحن نشيطة جداً، قد ما تكون الأمور ما يعني معروفة لدى الشارع الفلسطيني، بس جامعة بيرزيت يعني لها باع طويل وزملائي كلهم يعني لهم باع طويل في البحث العلمي، هذا ما ممكن ما يكونش ظاهر. وهذا طبعا جامعة بيرزيت تشجع البحث العلمي بشكل كبير جدا، وهي الجامعة الوحيدة كمان بالمناسبة بحب أشير الجامعة الوحيدة في فلسطين اللي عندها ميزانية 200,000 دولار للبحث العلمي، أي أستاذ بيقدر يتقدم لهذه الميزانية. احنا بجامعة بيرزيت طبعا يعني باسم وباسم جامعة بيرزيت بنحب نشكر شركة جوجل على اهتمامها ودعمها وتقديرها لجهودنا. كان في تنافس عالي جدا على هذه المنحة من قبل، تنافس عالمي يعني هو يعني ممكن في اي شخص او اي بروفيسور في اي جامعة في العالم يعني كان منافس. وبنتوجه بالمناسبة كمان الى القطاع الخاص الفلسطيني والاغنياء الفلسطينيين ورجال الاعمال والعرب كذلك، انه يعني من يرغب في التبرع للبحث العلمي يعني قد تكون هذه أولى من مثلا التبرع بقضايا أخرى، التبرع للبحث العلمي ولإغناء اللغة العربية. وهنا بحب بدي أستغل وجودي معكم على الهواء وأقول إنه من يرغب في حوسبة أو رقمنة أو أرشفة أي معجم عربي ممكن يتوجه لإلنا، وإذا عنده الاستعداد إنه يتبرع في راتب الأشخاص اللي يعني بيقوموا بحوسبة وفقط، وممكن يسمينا المعجم اللي بده اياه واحنا نضيف. وانا متبرع بوقتي من الجانب الشخصي، متبرع بوقتي اني ادير واشرف على هذا العمل. فاحنا بنتوجه للجميع انه يهتم في البحث العلمي ويتبرع للبحث العلمي. وطبعا احنا هذا الشيء كمان يعني حنوثقوا مين المتبرع، وقضايا ومبالغ صغيره جدا يعني، وفي شباب كثير خريجين جداد يعني ما لهمش خلينا نقول فرص سهلة للعمل. فممكن انه اي شخص يعني فعل خير انه يتبرع بشهر شهرين ثلاث اربعة من راتب شخص انه يقوم بهذا العمل. فنحمل انه هذا الاشي بيفيد امتنا العربية والاسلامية والفلسطينية. أكيد. يعني دكتور مصطفى ختاما حابين نشير أنه حضرتك اشتغلت على حوالي 140 معجم رح تم توحيدها في قاعدة بيانات واحدة، حابين نعرف منك متى ستصبح هذه البوابة الإلكترونية متاحة للمستخدم؟ احنا الآن البوابة الإلكترونية زي ما انت تفضلتي حنطلق بوابة إلكترونية تحتوي على يعني عدد ضخم جدا حوالي 140 معجم. المستخدم حيوصلها بطريقة كمعجم واحد غني جدا بالامور التصريفيه والدلاليه، يعني السينتاكس والسيمانتكس او المورفولوجي والسيمانتكس بيقولوا له. تم تطوير هذه القاعده، لا شك انه احنا بجوز يعني في اخر 20% من عمليه تطوير هذه البوابه، ونامل انها يعني اذا صارت الامور ان نطلقها خلال يمكن شهرين ثلاث،
ولو بنسختها التجريبية يعني. نعم أكيد يعني تحياتنا لك دكتور مصطفى، ومنرجع كمان مرة منبارك لك على منحة جوجل للبحث العلمي في هندسة المعاجم العربية، طبعا المباركة لك ولجامعة بيرزيت على هذا الإنجاز. كنت معنا دكتور مصطفى جرار أستاذ علم الحاسوب في جامعة بيرزيت، يسعد صباحك وإلى اللقاء. يسعد صباحك، نهارك سعيد.